عايز اتكلم فيها برضه يا كابتن خالد، اللي حكايه الاعلانات اللي بتنزل في التلفزيون قبل المباريات. لازم نراعي مشاعر جماهير الزمالك. شفت كتير وقليل، ما شفتش غباوتك على حد ابدا. معلش دي مش بتراعي خالص. تحس ان في اعلانات يعني فيها الرعاه بتوع النادي الاهلي قبل ماتش للزمالك، وانت عارف كلها اغاني للاهلي. يعني اتمنى انهم يراعوا دي. يراعوا برضه ان في يافطه كبيره قدام نادي الزمالك برضه، البنك من البنوك معاك يا اهلي. انت اكيد مفيش حاجه مضايقاك. انا والله ولا في دماغي اي حاجه، زي الفل، دماغي فاضيه خالص. ده ممكن جزء من اسباب التعصب. راجل ان انا في الاخر شايف انا ماتش الزمالك، يعني ايه اعمل اغاني للاهلي قبل ما ننقل لماتش الزمالك؟ يعني فاهمني؟ بس عايز اقول لك حاجه، يعني يعني فعلا جمهور كتير من الجمهور زعلانين على الموضوع ده، بس انا شايفها ممكن يكون شيء ايجابي برضه. يعني انا يعني ده يدل ان الزمالك ونسب مشاهده مباريات نادي الزمالك نسب عالية جدا، لدرجة ان الاغاني نادي الاهلي تنزل قبل ماتشات الزمالك الاعلانية. يا سلام، سلم على مخك البلالان، يا بحر العلم، يا درعة المفهومية، يا فيلسوف الحمير. يعني ده يدل ان كل جماهير مصر بتتفرج على ماتشات الزمالك لانه ممتع. انا لما بحب السلة محبش اسقف لك واتفرج على الزمالك وهو بيتبلد. فنمرة اتنين، رغم زي ما حضرتك قلت ان الاعلان شيء مهم جدا في عالم الاستثمار، يعني رغم كل ده وكل السبوت وكل انا في ظهرك وانا في ظهرك وانا في فانيلتك وانا حتى لو على فانيلتي انا راعي بيرعى النادي التاني ومعرفش ايه واعلانات للنادي التاني ما عنديش مشكله، بس انا متصدر. انا بعرف اعملها على فكره. طب ما تعملها. لا هي بتيجي بظروف، اصلا ما لهاش من بقي. تعملها منين؟ تعملها من حته تانية. رغم كل الناس حواليا دول، بس انا الزمالك برضو متصدر. متصدر متصدر بقى بتعبي بعرقي. بدون اغاني اعلانيه بدون اي حاجه، لا الحمد لله انا متصدر. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.